دفع الاستنزاف الأمني والبشري الكبير الذي واجهته المشافي في مدينة حلب منذ أكثر من عامين، مما دفع مجموعة من الأطباء لإنشاء التجمع الطبي في مدينة صوران عزاز. يعد التجمع من أضخم التجمعات الطبية في الريف الشمالي، ويضم مجموعة من العيادات المتخصصة يشرف عليها أطباء ضمن اختصاصاتهم المتعددة بمساعدة فنيين وممرضين. يستقبل التجمع يوميا عشرات الحالات المرضية الوافدة من القرى المجاورة ليقوم بخدمة المواطنين والمصابين وتقديم العلاج المجاني لهم. تجمع صوران الطبي هو عبارة عن مستوصف يحوي عدة عيادات: عيادة داخلية بشكل يومي، عيادة جلدية 4 أيام بالأسبوع، عيادة عينية وعيادة نسائية، وعيادة أذن أنف حنجرة. كما يوجد قسم مخبر وقسم بصريات وإسعاف دائم في العيادات. لا يعتبر هذا التجمع الطبي أفضل حالا من مشافي المدينة لوقوعه على خط تماس مباشر مع جبهات المواجهة ضد تنظيم الدولة التي تبعد عنه مئات الأمتار، بالإضافة لقلة الدعم المقدم والنقص الشديد في الدواء بسبب تخوف بعض المنظمات الطبية من الدخول إلى المدينة لقربها من خطوط المواجهة وخوفا من سيطرة التنظيم عليها، كما يقول القائمون على التجمع. الصعوبات اللي عم تواجه تجمع صوران الطبي هي عبارة عن نقص الكوادر الطبية بسبب هجرة الأطباء للخارج، أيضا نقص التمويل الطبي. نقص التمويل الطبي جاء لنا بسبب نحن صوران هي جبهة مع تنظيم الدولي، فالكل مين ما بيجيك منظمات طبية بتقول لك أنتم بجبهة نحن ما بندعم نهائيا يعني. تتحدث تقارير لمنظمات حقوقية وطبية عن 4 أعوام من الحرب في سوريا، والتي كانت كفيلة بهدم المنظومة الصحية بسبب المطاردات والاعتقالات التي طالت الأطباء في بداية الحراك السلمي، وما تلاها من هجمات عشوائية نفذتها قوات النظام وتنظيم الدولة على عشرات المشافي، وكانت سببا بقتل وتدمير وتهجير النسبة الأكبر من الكوادر الطبية. وعلى الرغم من الحالة الأمنية المتدهورة في البلاد، لا يزال مجموعة من القائمين على المشافي يقدمون العناية الطبية لمئات العائلات في سوريا، ويخاطرون بكل شيء لإنقاذ حياة الناس. باسل أبو حمزة، حلب اليوم.